إنه اجتماع استعراضي عالي المستوى لبرنامج تعزيز التطعيم الروتيني في ولاية كل من حجر لميس، كانم والبحيرة، يهدف إلى تقييم أنشطة البرنامج وتحسين عملية تغطية التطعيم بنسبة 80% على الأقل لتجنب انتشار فيروس الشلل للأطفال، وكذا تعزيز قدرات المسؤولين الوطنيين والمحليين للحفاظ على هذا الإنجاز وتوطيدها. ووفقا لممثلة منظمة الصحة العالمية لدى البلاد الدكتورة بلانش آنيا، أن البيانات المعروضة تؤكد أن عملية تغطية التطعيم الوطنية للعام 2023 أحرز تقدما كبيرا وملحوظا من الأعوام السابقة، مشيرة الدكتورة بلانش آنيا إلى التعاون مع الحكومة في هذا المجال سيستمر حتى تتم العملية بنسبة 100%. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم فأشار إلى أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال. لو كان عندك دعم وعندك كل الإمكانيات، لماذا الناس ما يشتغلوا؟ ده خطأ كبير وضعف لنا. عشان كده نطلب منكم أخواني تقوفوا معنا لكي العمل ده يمشي بشجاعة النظام الصحي يكون قوي عشان يشارك في دعم المواطنين. وأضاف الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بأن هذه الورشة ستسمح لهم بتقييم عملية التطعيم في ولايات كل من حجر لميس وكانم والبحيرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جميع التحديات التي تعيق تنفيذ التغطية الشاملة لحملات التطعيم.